هنتكلم على سكشنج بروسيجر. احنا كلنا عارفين السكشنج ده عباره عن بروسيجر بعمل بيه ريموفنج للفوميتس، ريموفنج للسكريشن للبلاد من الاير واي. الاير واي اللي هو النوز الماوس الفارنكس للتراكيه، فبغرض منه ان انا بعمل ميتين جلي بيتمت للاير واي، فبالتالي ده هيحسن لي الجاز اكستشينج. عندي شويه برنسبلز لازم اكون متبعاهم ديورنج لي السكشن بروسيجر. اول حاجه ان انا لازم اعمل جود اسسمنت عشان اشوف الانديكيشن بتاع السكشن، لان السكشن ده بروسيجر المفروض ان انا اعمله افتر جود اسسمنت نوت اس روتين بروسيجر. فانا عندي ايه الانديكيشن اللي تبين لي على البيشنت ان انا لازم اعمل له سكشن بروسيجر؟ اول حاجه حاجات بتظهر على البيشنت، البيشنت بيكافينج بيساينوزنج على الفيس، ممكن كمان ان هو يكون فيه تاكيبنيا تيكارديا. الحاجات دي لو هو متوصل بمونيتور المفروض ان انا بشوفها على المونيتور. لو هو مش متوصل لما اجي اعمل اسسمنت للفايتال ساينز للهارت ريت للريسبيراتوري ريت فهلاقيهم ابنورمال. بالاضافه ان انا المفروض ان انا اعمل اسمع الشيك ساوند، المفروض طبعا اكون عارفه ايه الابنورمال ساوند اللي انا ممكن الاقيها. ممكن الاقي كراكلز، المفروض ان انا لما اجي اسمع اشوف في ابنورمال بريست ساوند او شيست ساوند، فده انديكيشن ان البيشنت ده محتاج ايه سكشن. حاجات ممكن اشوفها على المونيتور زي ما احنا قلنا، ممكن اكون اشوف اللي يكون موجود فيه تاكيبنيا، ممكن يكون فيه تيكيكارديا، ممكن يكون لو هو متوصل ب بلس اوكسيمتر يكون فيه ديكريز للاوكسجين ساتوريشن. لو البيشنت ده زي ما احنا شايفين متوصل بيمتر كارديو